قدم اليوم الداعية الجمهورية محمد صالح يوسف بيانا صحفيا تحدث فيه عن العملية غير الإنسانية التي قام بها بعض الأفراد بتعذيب بعض الشباب بتهمة السرقة. نستمع إلى جزء من بيان الداعية الجمهورية في ميكروفون الزميلة مريم طرحي. أيوة دارين نبلغ لكل المواطنين الناس هم أربع كربوا جماعة ودهم في بيتهم وترتيروا هم ده الناس دول أمس يوم الاثنين قدمناهم قدام المحكمة والمحكمة شرعت وعاقبتهم كل واحد على حسب جريمته. الواحد الأسمى محمد بويد ده المحكمة قررت لي 5 سنين و40,000 حكم. الثلاثة الباقيين صبر محمدين قال يوسف ومحمد أبكر ده المحكمة قرمت لهم 8 سنة في السجن و100,000 حكم أي واحد. والمحكمة قررت الجماعة دول نودوهم عشان البين نام ده يباسي في ميزون داري أنا كورتورو. وأنينا بصفنا قضاء ونحترم القوانين الدفاع عن زول التهمنا بالإجرام. وأصحاب القانون عندهم وقت القرار ده كان مريض فوق ده عندهم وقت أنا 10 يوم يكسروا القرار ده. الحقوق ده نحترمه لكن بعد الوقت فات إذا ما كسروا الشريعة ولا الكور بعدين أعلنت إذا الكور وافقت في قرار الحس المحكمة سواتها ده على كل حال أننا الجماعة دول بكان المحكمة قالت نودوهم فوق ده ونودوهم يبرجي بين أنام هناك. وداير نقول لكل الأخوان النادم سيد البيت ده هو عنده مسؤولية والمسؤولية ده ما بس صغير قايد راجل مكلوف تربيه ياكل يشرب شغل اللي يسيف في البيت تقول ما تعرف هذا ما بكون من هنا قدام كان في شخص شالوا زول ودسوا في بيتهم وعقبوا مش للحصة شفنا ده حتى سيد البيت ما بنجى لأنه ما بجوز النادم كان عندك إيال للتربية دي مواليك ما نادم بديس نادم في بيته بدقة وأبو البيت بقول أنا ما عندي خبر. كان يوم آخر شيء مش اللي بيجي ده الناس الفلو ببيت ده كلنا نجعلهم لأنكم بليز مشتركين. القانون بعلن لأي مواطن إذا في شاب زول قاعد بيسوي جريمة ده بيبلغ الشرطة